نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة في قرية أبو سعادة الكبرى التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 11 عيادة تخصصية وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، مع تحويل الحالة الحرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية. القافلة الطبية جابت هنا 11 عيادة تخصصية بتغطي القرية وبتغطي القرى التابعة لها، عبارة عن 10 عيادات تخصصية زائد عيادة تنظيم الأسرة. الكشف والعلاج والتحاليل الطبية والأشعة بتتم في القافلة بالمجان تماما، على معمل تحاليل طبية في أكثر من 40 تحليل بيقدمهم للمرضى. هنا معانا جهاز أشعة إكس راي للكشف على العظام والصدر. القافلة بتشمل خدمات التثقيف الصحي المصاحبة للقافلة، اللي هي بتعرف المواطنين وبتعرف المرضى المتضررين على القافلة بالأمراض السرية وكيفية التعامل معها وكيفية الوقاية من الأمراض. أنا جيت كشفت النهاردة أسنان وخدت علاج، والقافلة فيها كل حاجة بالمجان، وفي أشعة وفي تحاليل وكل حاجة كويسة وبالمجان. بنشكر القائمين على القافلة الطبية، والحمد لله يعني هم دايما باستمرار بيقول القرية بتاع بسعادة الكبيرة. نحن قطعنا تذاكر وكشفت على أولادي ومفيش هنا أخد فلوس، والقافلة كويسة وفي اهتمام. سمعت عن القافلة الطبية، جيت أنا وأولادي قطعت التذاكر كله ببلاش.